دوري عامل ضابط كده اسمه هاني معليسي، بس هو طول الوقت معجب بالمتهم قوي، شايف مجدي تختوغ ده اسطوره لن تتكرر في العالم. يعني طول الوقت هو شايف ان مجدي تختوغ ده مش هيموت، محدش هيعرف مجدي تختوغ. مجدي تختوغ اللي هو شيكو، شايفه طول الوقت اسطوره، يعني مش بيموت، مش بيتقبض عليه، محدش هيقدر يمسكه. وطبعا كان في بينا طول الوقت اللي هو انت معانا ولا معاهم، انت مع الشرطه ولا مع العصابه. اقول له يا فندم حضرتك انا شايفه اسطوره مش هيخلص، يعني مجدي تختوغ ده مش عارف نقبض عليه. فطول الوقت كان في بينا لينك كده اللي هو انا شايف مجدي تختوغ ده اسطوره وهو عايز يجيبه طول الوقت. اسمه هاني الدور ظابط. عموما هو يعني كنا لسه بنتكلم قبل ما تيجي، انت برضو من ضمن مجموعه ساتردي نايت ولا الاستاذ عمرو جابك من بره المجموعه؟ لا جاب من بره المجموعه. اخترته ازاي بقى عمرو؟ مصطفى انا كنت شفته في مسلسل لالا لاند مع دنيا سمير غانم، وكان عامل في البرنامج بيومي كان فندي. طالع مع بس انا عجبني اكتر دوره في بيومي. كان معاكم في الفيلم بيومي؟ هو لازم يبقى معاكم. هو اكيد يعني هو معانا مش هيعمل دور. شايف في فيلم في العيد مش غير ده في روسيا دلوقتي في الماتشات. هو فعلا معانا مشهد يعني بس بيومي شرفنا فيه طبعا، وكان معانا في روسيا لسه من يومين.